مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج سيدتي المباشر على شاشة روتانا خليجية. في بداية الحلقة أمسي على زميلاتي في جدة وفي الرياض. مساء الخير. يسعد مساك يا هبة ومساء مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم سيدتي. كالعادة نسعى أنا وزميلاتي في جدة والرياض والإمارات لتقديم كل ما هو جديد ومميز من سيدتي. الآن أذهب إلى زميلة جيهان وأمسي عليها. سعد مساكي جيهان. مساء النور. أهلا وسهلا. ذهبتي إلي؟ ذهبت إليك. كنت بعيدة شوية يعني ما أخذ وقت يعني 30 إيش أقل من الثانية؟ في شيء أقل من الثانية؟ مساء الخير خلود. وأنا بدوري كمان أمسي وأرحب بكل من أنضم إلى شاشة روتانا خليجية لمتابعتنا، متابعة برنامج سيدتي على مدى ساعتين. وكما ذكرنا الزميلات خلود وهبة، عندنا مواضيع متعددة نتعرف على عناوينها مباشرة بعد أن أذهب إلى الرياض وأرحب برنيم. رنيم مساء الخير. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وطبعا مساء الخير خلود وجيهان وأكيد هبة. واليوم من الرياض بنتكلم في قضية الفنانين والأعمال الخيرية، هل هي بالفعل أعمال خيرية صرفة أم أن الغرض منها المرأة، وهل هي بالأساس كافية بالنسبة للمجتمع؟ مشاهدينا التفاصيل طبعا بتكون معي بعد قليل، لكن حاليا نرجع مرة ثانية لهبة وطبعا استعراض لفقرات سيدتي لليوم. إليك هبة. قبل ما نتعرف على العناوين خليني أذكركم بمواقعنا اللي تقدروا من خلالها تتواصلوا معنا بأفكاركم واقتراحاتكم اللي تهمنا، لأنه هذا برنامجكم أنتم. طبعا على فيسبوك وتويتر الظاهر أمامكم على الشاشة، وتقدروا تتابعوا البث المباشر لحلقة سيدتي على الروابط الظاهرة على الشاشة. أما الآن إلى العناوين. في سيدتي اليوم، 25% من السعوديات مصابون بمرض الدوالي. الأعمال الخيرية بين الفنانين العرب والأجانب. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وجولة على صفحات سيدتي دوت نت. مواطنون يكشفون عن 13,000 مخالفة مرورية. ما سر تهافت الفتيات على الدورات التدريبية؟ نجوم وأضواء ترصد آخر الأخبار الفنية. أهلا بكم مجددا. حنبدأ حلقتنا مع موضوع من الصحة. أشارت الدراسات إلى أنه مرض دوالي الساقين بيصيب أكثر من 20 من الناس، وهو بيصيب السيدات 4 أضعاف الرجال. تفاصيل الموضوع من جدة. شكرا لك هبة. بالفعل كثير مننا ما عنده فكرة عن مرض الدوالي أو مشكلة الدوالي التي عند السيدات، وهو مرض يصيب الساقين لسبب، وهو اتساع في الأوردة السطحية عند الإنسان. نعم، في هذه الفقرة سنحاول أن نتعرف مو بس على المشكلة ولكن أيضا الأسباب المؤدية إليها وكيفية علاجها وكيفية السيطرة عليها. في هذا التقرير نشاهد موجز عن هذه المشكلة ونعود مرة أخرى لاستديوهاتنا في جدة للحوار والتفاصيل. نتابع. لا توجد أرقام دقيقة حول عدد الأشخاص الذين يعانون من الدوالي حول العالم. بعض الدراسات أفادت أن 3 أشخاص من بين كل 100 يعانون من الدوالي في وقت ما في حياتهم. الدوالي الوريدية هي عبارة عن الأوردة الملتوية والمتوسعة بالقرب من سطح الجلد، ويكثر ظهورها في الساقين والكاحل. السبب الرئيسي فيها هو ضعف في الصمامات والأوردة في الساق. تكمن وظيفة الصمامات ذات الاتجاه الواحد الموجودة في الأوردة في الحفاظ على تدفق الدم من الساقين إلى القلب، وعندما لا تعمل هذه الصمامات كما هو مطلوب منها يتجمع الدم في الساق ويتراكم الضغط عليها. يمكن أن يشعر الشخص المصاب بالدوالي الوريدية ببعض الأعراض الخفيفة، كأن يحس بالثقل أو الحرقان أو الألم والتعب في الساقين. ممكن أن تزداد الأعراض سوءا بعد الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة. ربط الباحثون الدوالي بعوامل وراثية وتقدم في العمر وزيادة في الوزن وأحيانا الحمل.
إذا كنت سيدتي قلقة من أنك تعانين من الإصابة بالدوالي، فإن زيارة الطبيب من أجل التشخيص واختيار العلاج المناسب أمر مهم لمنع المضاعفات غير المرغوب بها. إذا مشاهدينا الكرام، احنا شفنا التقرير واخذنا يعني فكرة مبسطة عن مرض الدوالي، لكن حابين نتكلم عنه بعمق من ناحية طبية مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة فايزة الغامدي، استشارية الجلدية والتجميل والليزر بمدينة الملك عبد العزيز للحرس الوطني. سعد مساكي دكتورة. يا اهلا فيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتورة. احنا اخذنا فكرة مبسطة عن مرض الدوالي من خلال التقرير، لكن يعني أكيد حابين نتعمق معك، إيش المرض الدوالي، أسبابه؟ مرض الدوالي هو إصابة الأوردة الأوعية الدموية بالتوسع، وهذا بيظهر طبعا ممكن يكون عميق وممكن يكون سطحي. لما بيكون عميق بيكون على شكل زي الحبل المتعرج في الرجل، طبعا لأن الرجل هي أكثر منطقة بتصاب بحكم أن الجاذبية الأرضية وقفت الشخص لفترة طويلة. في النوع الثاني اللي هو بتكون سطحية، فبتظهر على شكل شعيرات زرقاء وحمراء متشعبة في الجلد. طبعا زي ما ذكرت، الوقوف لفترات طويلة، مهن معينة زي المدرسات، الطبيبات، الكوافير، الحلاقين، الناس اللي بتوقف لفترة طويلة أكثر عرضة للإصابة بالمرض. دكتورة، هل هناك يعني أعمار معينة يصاب بها الشخص، وهي يعني هي، وهل هي مثلا يعني نسبتها في الإناث أكثر عن من الذكور؟ نعم، مع الأسف الشديد نسبتها في الإناث أكبر. ليه كل التشوهات الجلدية عند النساء؟ ما حظهم تعبان. طيب بحط كريمات وأشياء. طبعا هي كل ما بيزيد العمر كل ما يكون فرصة حدوثها أكبر، لأنه بيحصل ضعف في الأوعية نفسها، نقص في الكولاجين اللي بيعمل تسنيد لنفس الأوعية يعني الدموية. في كب يعني في كبار السن، عند كبار السن في الكبر بتزيد فرصة حدوثها، ولكن هذا لا يمنع أنها ممكن تحصل في سن متوسط. وأكثر الأسباب زي ما ذكرنا اللي هو الوقفة الطويلة بحكم عمل الشخص، أو تكرار الحمل والولادة لأن الضغط اللي بيحصل في البطن. طب الرياضة ما تسبب هذه الأشياء؟ الرياضة في حد ذاتها هي معالجة للحالة أكثر من أنها ممكن تسببها، لأنه إحنا بنطلب من الشخص أنه ما يوقف وقفة مستمرة، يحاول يحرك رجله، لأنه الحركة بالعكس هي بتدفع يعني حركة العضلات بتساعد التدفق الدم. دكتورة، هو جيهان قالت على الرياضة، حضرتك قلتي الوقفة الزايدة، لكن خلينا نتكلم بجانب الرياضة، أسلوب الحياة اللايف ستايل بشكل كامل ممكن يؤدي إلى سوء حالة الدوالي، أو أنه يؤدي إلى مثلا اختفاء الدوالي، له علاقة؟ له علاقة طبعا، هو بيؤدي إلى ظهورها، بيعجل حتى بظهورها. يعني الأشخاص اللي مثلا بيلبسوا المشدات على البطن بشكل مستمر، هذه ممكن تسبب بيلبسوا المشدات اللي هي حقة التخسيس، ولا المشدات اللي هي حقة الفساتين وكذا، بس لفترات طويلة، هذا طبعا ضغط، فممكن حتى الكولون اللي فيه مشدات. لا انا بتكلم على البطن، منطقه البطن، لا لانك انت بخلي الضغط على تحت، بالعكس هو اللي يشد منطقه البطن ممكن يسببها. في أشياء ثانية اللي هي لبس الكعب العالي لفترات طويلة، التدخين آثاره السيئة على الجلد بكل صفة. الجلسة معلش مع اللبس الضيق، مع الجينزات الضيقة، هو لابد من الحركة دائما، الواحد في أي وضعية لازم يتحرك. الأكل له علاقة؟ الأكل له علاقة طبعا، السمنة وهي داء العصر زي ما احنا شايفين طبعا لها علاقه مباشره بالحكايه دي، عشان كذا احنا دائما بنقول الاكل الصحي، الخضروات، يعني الاكل ممكن هو الاكل يساعد بشفاء من الدوالي، واكل ممكن طبعاً يزيد الدوالي. طبعا الاكثار من الانتي اوكسيدنت، الماكولات اللي فيها فواكه وخضروات، اكيد هذه بتساعد طبعا. دكتوره، احنا بنشوف اشكال يعني متنوعه يعني للدوالي نفسها، في منها مثلا ايوه، في منها الشعيرات الزرقاء الكثير. أيوة. وفي منها العريضه. ايوه العريضه هذه اللي لونها بلون الجلد، هذه بتكون عميقه،
وهذه ما لها حل. هذه لها حل ولكن جراحي او عن طريق الليزر اللي يدخل جوتها. طبعا هذه تعتبر جراحه. نتعرف على طرق العلاج المتاحه الان. نعم الطريقه الجراحيه هذه للاشياء العميقه وطبعا هذه تخصص جراحه الاوعيه الدمويه. الطريقه السطحيه في عده طرق، ممكن استخدام الليزر، ممكن استخدام الحقن اللي بتعمل اقفال لهذه الاوعيه الخفيفه اللي على الجلد، ولكن لابد قبلها انه يتعمل تشخيص هل في الأوعية الدموية الداخلية متأثرة ولا هي بس سطحية، لأنه السطحية خلاص ممكن يكون وراثي الموضوع. في استعداد وراثي لحصوله. في صح؟ نعم. وتقدر لو واحدة مثلا عندها يعني شايفة مثلا والدتها كذا تبتدي علاج مبكر تسيطر عليها في شيء؟ أكيد تبدأ في عمل حاجات تمنع أنه يحصل. دافلون صح؟ ما هو شرط الحبوب، ولكن في أشياء تستخدم على أساس أنه في الحياة العامة يعني تتجنب الأشياء اللي ممكن تسبب الشيء ده تسرع في حصوله. بأنها تمتنع يعني عن المأكولات اللي بتزيد السمنة، تمارس الرياضة، وأفضل شيء المشي والسباحة. في أشياء ممكن الواحد يعملها عشان يأخر حصولها. في طرق ثانية. متى نلجأ إلى العلاج اللي هو العقاقيري؟ في أول علاج اللي هو لبس الجوارب الشادة. وهذه قبل ما يقوم الواحد من النوم المفروض أنه يلبسها. تجنب الجلسة رجل على رجل، لأنه كده لفترات طويلة برضو إحنا بنعمل إعاقة للدم وتدفقه. طبعا لو حصلت نعم فما في مجال من انه استخدام الابر. طيب اللي هي أو اعراضها ايه دكتوره؟ اعراضها تنميل في بدايتها عاده بتكون بدون الم، فقط تجميليا. يعني هي بتظهر فقط على الرجل؟ هي بتظهر على السيقان تحديدا. لو هي سطحيه نعم بتظهر على الرجل، ولكن لو تفاقمت وزادت الحكايه وكان في برضه دوالي داخليه حيث طب كيف الشخص يميز انه الدوالي الداخليه بس مجرد الظهور على الساق؟ شكل الدوالي شكلها اللي هي عباره عن تعرجات زي الحبل كذا على الرجل. طب انا بتوقف عند شغله قلتيها مره مهمه اللي حكايه تدخل جراحي. نعم. كثير من الناس بسمع ان هم بيعملوا عمل، بسمع عمليه دوالي عمل. اول شيء هي عمليه للحالات المزمنه اول شيء. ثاني شيء هي عمليه خطره كبيره؟ لا هي ما هي خطيره، وطبعا حصل تقدم كثير فيها. أصبحت حاليا ممكن حتى بإدخال الليزر جوة الأوعية الدموية يعني إنه بتتعالج. ولكن هذه طبعا تخص العمليات الجراحة. يعني هي عمليتها اللي أنا بقصده. نعم. يعني نعم. هي في بروسيجر أو خطوات معينة جراحة أو هي زي ما قلتي تنويم بالضبط؟ هو لا ما بيحتاجوا حتى تنويم، في أغلب الحالات بيحتاجوا بس تتصنف من العمليات one day surgery يعني يوم واحد يوم جراحي الآن واحد. يعني في يمكن خلود بدأت سؤال قلتي إنه يعني إيش الأعراض إحنا نبغى نعرف قبل ما تظهر على السطح. في بدايتها ما بيكون فيها أعراض فقط جماليا كشكل جمالي، ولكن في بعض لما يعني تتطور الحالة عليها قبل ما تطلع مو زي ما قلنا منهج الحياة واستخدام الأشياء. لو الشخص عنده قابلية عنده في العائلة والله موجود طبعا لازم من عمل أشياء عشان نمنع أنها تحصل. طبعا من الأشياء اللي زي ما قلنا اللي هو استخدام الليزر أو استخدام الحقن هذه لإزالتها موضعيا. وطبعا قبلها علاجها طويلة دكتور؟ طبعا بتحتاج عدة جلسات عشان تتحسن الحالة. قبلها لازم يتعمل كمان تصوير تلفزيوني عشان هو اللي يسموه بالدوبلر عشان يبين طبعا كيف وظائفها هل هي فعلا بتشتغل كويس. نعم. ولا لا. دكتورة فايزة الغامدي استشارية الجلدية والتجميل والليزر بمدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، احنا نشكر تواجدك معنا ونشكرك على هذه النصائح. شكرا لك. مشاهدينا احنا رايحين فاصل قصير ومتابعين بعد سيدتي، خليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها شخصيتها وأيامها. سيدتي عالمك في مجلة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها الرابحة معها. معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي سيدة المجلات العربية. سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك،
مجلة سيدتي لكل فرد من عائلته. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. نتابع حلقتنا مع أخبارنا لليوم من الصحافة السعودية. نتابع. ومن أخبارنا السعودية وفي الخبر الأول، حيث كشف مدير الجامعة السعودية الإلكترونية دكتور عبدالله الموسى عن إطلاق 10 تخصصات جديدة وفق نظام التعليم المدمج الذي تطبقه الجامعة خلال العام المقبل. سيكون من بينها القانون واللغة الإنجليزية والإعلام الإلكتروني، إضافة إلى تخصص الصحة العامة. وبيّن الموسى أن التخصصات المستحدثة جاءت بناء على طلبات سوق العمل، مؤكدا أن تخصص الذي يثبت عدم جدواه سيتم إغلاقه. كما كشف الموسى عن قرب اكتمال إنشاء أول فرع متكامل للجامعة بمواصفات ذكية، وذلك بمدينة الدمام، وهو عبارة عن مجمع تعليمي مصغر، متوقعا أن يتم إطلاقه بعد إجازة عيد الأضحى المقبل. فيما أكد أن الجامعة بصدد افتتاح 3 فروع جديدة خلال العام المقبل في 3 مدن، لتنضم بذلك إلى الفروع الثلاثة التي تم افتتاحها خلال العام الجاري. وفي خبر آخر، حيث يجري الباحث السعودي سعيد الجارودي منذ سنتين أبحاثا للتوصل إلى علاج السرطان ودون أي آثار جانبية على المريض، وذلك باستخدام عنصر الذهب. ورغم توصله إلى نتائج جيدة، تقتضي قواعد البحث أن يرسل أبحاثه للمكتب الأمريكي للبراءات الاختراع، لتبقى هذه الأبحاث قرابة سنة ونصف للتأكد من أنه لا يوجد من يدعي توصله لها، ليتسنى له الحصول على البراءة ويتم بعد ذلك نشرها في وسائل الإعلام العالمية. هذا وأضاف أن الأبحاث التي أجراها تستهدف إلى علاج السرطان عن طريق مركبات الذهب، إذ يتم استخدام البلاتين منذ 70 عاما فيما يعرف بالعلاج الكيماوي. ورغم وجود بعض العلاجات التي يتم استخدامها، فإن البلاتين فعال أكثر من غيره، وإن كان لا يعطي إلا في المراحل الأخيرة من المرض، وله آثار جانبية كبيرة مثل تساقط الشعر وتعطيل بعض الوظائف داخل الجسم، بمعنى أن بعض الخلايا الحية تموت. وأوضح أنه يعمل حاليا على تكوين عقارين، أحدهما لعلاج سرطان المعدة والآخر لسرطان البروستات، مشيرا إلى أن أي دواء فعال في علاج نوع معين غالبا ما يكون فعالا في الأنواع الأخرى. وفي آخر خبر عن قطع إعانة مخالفي النقل المدرسي، حيث لم تجد وزارة التربية والتعليم بدا من التلويح بقطع إعانتها عن المدارس الأهلية والأجنبية التي تثبت مخالفتها للاشتراطات وضوابط النقل المدرسي، فضلا عن مخاطبة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها. وأبلغت الوطن مصادر مطلعة أن الخطوة ستعقب عددا من الجولات الميدانية المرتقبة لمشرفي ومشرفات خادمات الطلاب والطالبات في عدد من المناطق والمحافظات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط الخاصة بالنقل المدرسي، مع وجود ترخيص وبطاقة تشغيل للمركبة من وزارة النقل، وألا يتجاوز عمر المركبة 10 سنوات، مع ضرورة أن يكون قائد المركبة تحت كفالة المنشأة أو المتعهد بحسب تعليمات وزارة الداخلية. إلى ذلك، شكل إعلان موقع توظيف أمريكي عن توفر وظائف لمدرسات لغة الإنجليزية في المملكة برواتب وصفت بالخرافية وتبدأ من 16,000 ريال، صدمة في الأوساط التعليمية، وذلك بالنظر إلى عدم اشتراط الجهة الموظفة لأي شهادة لغة أو خبرة، وحصرت التقديم بالجنسيتين الأمريكية والبريطانية. يعني خبرنا الأول خبر صراحة رائع، إنه في تطوير أكثر في يعني من مدير الجامعة السعودية الإلكترونية طبعا دكتور عبدالله الموسى،
دكتور عبد الله، يعني لما كان في وزارة التربية والتعليم، كان وزارة التعليم العالي، كان له دائما مبادرات وخطوات مرة مهمة يعني، والآن كمان بيقدم العديد من الأعمال. إن شاء الله الله يكثر من هؤلاء الأشخاص اللي بيشتغلوا فعلا من قلبهم لخدمة الوطن، وبيقدموا العديد من الخدمات والأفكار المهمة للمجتمع. فهذه خطوة كويسة يعني. أنا أتوقع بعد كم سنة التعليم في السعودية حيكون منافس لأهم الجامعات العالمية إن شاء الله يعني. الخبر الثاني اللي هو كان عن سعودي الباحث اللي هو سعيد الجارودي، اللي حصل على براءة اختراع لعلاج مرض السرطان. أنا أعتقد أنه هذه خطوة رائعة منه كسعودي، وإحنا ما شاء الله صار عندنا العديد من السعوديين والسعوديات، العلماء والباحثين، واللي الكثير من الأشخاص اللي بيلاقوا بيحاولوا يساعدوا على علاج مرض السرطان. الله يشفي كل المصابين منه يعني، منتشر صار بشكل كبير بين كل الأشخاص. والمهم كمان في هذا المرض الحالة النفسية أنها تكون قوية للشخص عشان يوقف من هذه الوعكة الصحية إن شاء الله على خير، والله يشافي الجميع. موضوعنا الثالث اللي هو عن العقوبات الصارمة للمقصرين في مجال وسائل النقل، تحديدا للمعلمين والمعلمات. أنا أشوف هذه خطوة رائعة، لأنه عشان تنحل أي تقصير حلو أنه الوزارة أو وزارة التربية والتعليم تكون قراراتها صارمة جدا مع المقصرين عشان ما يتكرر هذا التقصير، وتحديدا لما يكون فيها غرامات مالية. الناس لما تدفع تحس أنه هي ما عاد تبغى تتخسر أو ترجع تكلف على نفسها وتلتزم بالقانون، فحلو يكون في صرامة في القوانين عشان تنجح بشكل أفضل. الآن ومن الصحافة السعودية حننتقل إلى خبر من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه أقلع عن التدخين خوفا من زوجته في اعتراف تم تسجيله بأحد الميكروفونات بمحض الصدفة. أوباما صرح: أنا لم أدخن سيجارة منذ حوالي 6 سنوات، وذلك بسبب أنني أخاف من زوجتي. يذكر أن الرئيس الأمريكي الذي يتبع أسلوب حياة صحي كان لديه بعض الضعف تجاه التدخين في صغره. من جانبها أوضحت ميشيل أوباما التي تتزعم حملات للمحافظة على الصحة العامة عدم رغبتها في استمرار زوجها في التدخين، إلا أنها قالت إن زوجها لم يشعل سيجارة أمام بناته. وفي شهر فبراير 2011 قالت إن الرئيس الأمريكي لم يدخن منذ حوالي سنة. يعني صراحة خبر رائع، حلو السيدات يكونوا عندهم دافع يشجعوا رجالهم على أنهم يخطوا خطوات يعني صحية أكثر، يحافظوا على صحتهم. يعني أعرف كثير من السيدات اللي أزواجهم كان عندهم، تقولي أن زوجها مثلا كان عنده كوليسترول أو كان عنده مشكلة في السمنة، فغيرت نظام حياتها كامل، صار الأكل كله صحي، فصار ما عنده مجال غير لكذا. لما ينحف تصير تشجعه وتروح تشتري له أوقات ملابس هدية منها طول الوقت، لما مش طول الوقت بس يعني في بعض الأحيان تمدح أنه هو فعلا على أناقته، أنه اللبس صار أحلى عليه، تحاول دائما أنه هي حتى ما تأكل أكل مش صحي، فصاروا يشجعوا بعض. فهذه خطوة رائعة منها. والرجال لما يخاف من زوجته يعني أحيانا ما هو غلط، لأنه يعني باراك أوباما بيخاف من ميشيل، قال أنا بخاف منها ما أبغى أزعلها. طبعا خوف من مجال محبة واحترام، مش خوف بمعنى خوف. فكمان حلو المدخنين ما يدخنوا قدام أولادهم، لأنه كل شخص بيدخن سيجارة، الشخص اللي بيدخن مثلا 10 سيجارات اللي قدامه بيدخن نص العدد يعني 5 سيجارات. فحلو انه احنا يعني نحاول نشجع بعض، كل زوجة تشجع زوجها، الكابلز دائما يشجعوا بعض انهم يكون سلوك حياتهم صحي وافضل. احنا فقراتنا متابعة، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل، الأعمال الخيرية بين الفنانين العرب والأجانب. أهلا بكم.
بكم من جديد. في هذه الفقرة بنطرح موضوع مهم وهو موضوع نشاطات الفنانين في الأعمال الخيرية. يعني في بعض الأشخاص يروا أنه الفنانين لما يقدموا هذه الأعمال الخيرية هذا بيكون من باب الرياء. من كم يوم كان معايا الفنان فايز المالكي وكان بيقولوا أنه في أشخاص أوقات بيحاربوا أو مش بيحاربوا, بيقولوا للفنانين أنه أحسن ما تتكلم عنها. طب كيف حتكون أعمال خيرية ويشجعوا الآخرين عليها إذا ما أعلنوا عنها؟ يعني أمر محير. حنتعرف على باقي تفاصيل هذا الموضوع من الرياض. شكرا لك يا هبة. ومشاهدينا بالفعل يعني مؤخرا صرنا نسمع بشكل أكبر, نتابع العديد من الأنشطة الخاصة بالفنانين أو حتى بمشاهير المجتمع سواء كانوا مسؤولين أو رجال أعمال, نتابع طبعا أعمالهم الخيرية. الهدف الأساسي هي محاولة منهم في أن يتم تغيير نظرة المجتمع للعمل التطوعي وليكونهم قدوة للآخرين لفعل الخير. لكن هل بالفعل هذا ما يحدث أم هناك حالات ولا نستطيع أن نعمم؟ نشوف التقرير التالي مشاهدينا ونبتدي حوارنا. من وقت لآخر الأخبار عن الأعمال الخيرية التي يقوم بها عدد من مشاهير الفن العالميين, بل أن سمعة بعضهم في النشاط الخيري لا تقل عن شهرتهم في النجاحات الفنية التي حققوها. وسواء كانت هذه التبرعات عن نوايا طيبة أو رغبة في الوجاهة الاجتماعية, فهي دليل على علو قيمة العمل الخيري وأهميته في تلك المجتمعات. بالمقابل, ما هي جهود الفنانين المشهورين في البلاد العربية عبر السنين في مجال العمل الخيري أو حتى النشاط التطوعي؟ فلا شيء يستحق الذكر, فهذه الثقافة ضعيفة في بلادنا مقارنة بالغرب, وسواء من الأثرياء ورجال الأعمال أو حتى المشاهير وغيرهم, رغم الأسس الراسخة للخير والإحسان. ليأتي ضعف الشعور بالمسؤولية الاجتماعية ليس مقصوراً على الفنانين, بل إن الفنانين يأتون دوماً في المقدمة ويقتبسون كل شيء إلا العطاء, وهذا يأتي على عكس ما قام به الفنان فايز المالكي مؤخراً, حيث قام بإهداء سيارته البنتلي التي أهداه إياها سمو الأمير الوليد بن طلال للطفل يوسف الأنصاري الذي فقد عائلته في حادث مروري مؤلم, مبيناً ذلك لتخفيف الألم ورسم الابتسامة. يوسف الأنصاري أسأل الله أن يجبر بخاطره وأسأل الله أن يعوض الصبر والسلوان إن شاء الله, فقد كل عائلته, ولكن بوجود الطيبين بوجود جمعية إنسان بوجود الناس الكويسين إن شاء الله أن يوسف يتعدى الخطوة إن شاء الله, وإن شاء الله أنه يكون خادم لهالدين ولهالوطن إن شاء الله. ويكفي شرف يوسف أنه حافظ لكتاب الله تعالى. السيارة جت من الله وراحت لله سبحانه وتعالى. أنا ما أعتقد أن يوسف راح تعوض سيارة ويعوض بيته ويعوض كنوز الدنيا كلها, لكن هي نقطة بس ندخل على شفايف الابتسامة البسيطة جدا. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها إن شاء الله. الفنانين السعوديين متواجدين في كل الاحتفالات وخاصة الأيتام والمعاقين, التوحد, السكري, السرطان. احنا بس نطلب حاجة واحدة من مدراء العلاقات العامة في كل جمعية أنهم يوجهون الدعوة. احنا ما نقول لا, يعني أنا أتكلم نيابة عن كل زملاء الفنانين, احنا ما نملك ملايين ولا نملك مليارات, نملك احنا نتواجد ندخل عليهم الابتسامة فقط لا غير. مشاهدينا تابعنا التقرير, ولتحدث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيف الصحفي والناقد الفني الأستاذ فهيد اليامي. أهلا فيك أستاذ فهيد. أهلا وسهلا. أهلا. بداية, يعني تختلف الأسباب لكن الهدف في الأخير هو عمل خيري, لكن لدينا هنا ليه الفنان يعني يعمل هذه الأعمال الخيرية؟ الهدف بالأساسي منها؟ شوف, هي ترى يعني خصوصا لما نتكلم عن الفنان الخليجي وتحديدا السعودي, هو شوف الجانب الإنساني موجود يعني في بالفطرة في أي إنسان إنه يقوم بعمل خيري أو يشارك في مثل هذه الفعاليات. لكن الوازع الديني, البحث عن الأجر, التكافل, المساندة, يعني شفنا بالتقرير فاز المالكي قبل شوي تحدث عن ظروف وكيف إنه يعني هي المسألة مختلفة ترى من شخص لشخص يعني. لكن احنا في السعودية فيه فنانين يقومون بالعمل في الخفاء, يعني مش ظاهر للعيان يعني او قدام
لكنهم البيئة اللي عندنا ما هي قاعدة تتقبل الفنان اللي قام في عمل خلينا نقول في جانب بمعنى ليه على فلوسه أكثر من الثانيين أو لا 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 مش كذا لا لا لا, 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 لا القضية مش كذا القضية إنه خلينا نتكلم في جانب الأغنية أعرف في فنانين في 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 مجال الأغنية فاتحين بيوت ولهم أعمال خيرية جدا لكنها في الخفاء لو ظهرت ما سلموا من المجتمع اللي يقولوا يا أخي هذا مال حرام دخلوا في الحرام والحلال تحليل والتحريم طبعا إيه. وإذا اختفى قالوا هذا قاعد يلم فلوس ولا قاعد يقدم يعني فهو ضايع في يعني هو يرى أنه خلني أعمل شيء لله سبحانه وتعالى ولا أبغى أن يكون ظاهر للعيان أو في ملعب منه حق مشروع يعني لأنه الفنان يعني في جمعيات مثلا تتحرك في هذا الجانب الإنساني لكن لما يستقطبون الشخصيات العامة أو المشاهير لسبب بسيط انه يحركون المجتمع او انه يثقفونه في 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 مثل هذا الجانب. هذه نقطة مهمة جدا، ثقافة العمل التطوعي، يعني للأسف في الكثير من الأعمال الخيرية على مستوى الأفراد، مؤسسات، فنانين أو حتى الجمعيات، لكن دائما نربطها ب يعني محاولة تحريك المجتمع للعمل الخيري مع أنه شيء أساسي في ديننا. ليه وصلنا لهذه المرحلة؟ نحتاج نثقف الناس بالعمل التطوعي أو الخيري. احنا نختلف ترى عن الغرب. تماما من اي ناحيه الفنان في الغرب هو اساسا المجتمع اللي عايش فيه مجتمع يتعامل من خلال مبدا مقتنع جدا بالعمل يعني ما هو ما ينظرها من حلال وحرام مثل ما يكون عندنا هنا في الفنانين يخشون من التحريم والتحليل اي يعني لانه في ما شاء الله عندنا اسواق للفتاوى موجوده واطلاقها يعني فلما تحرم اي فيجيك واحد مثلا بيقدم شيء يعني لأي جمعية أو لأي دار مثلا فبيحرمون يقول هذا فلوسه حرام جاية من مداخيلها من الغناء ولا من التمثيل أو وإذا زي ما قلت قبل شوي والعمل في الخفاء قالوا هذا بس قاعد يلم فلوس ولا قاعد يقدم ولا حتى اسمح لي حتى الفنان الغربي ما خلص يعني أنجلينا جولي ناشطة في الأمم المتحدة وأعمالها الخيرية كثير قالوا إنها كذا بهالطريقة توفر 3 مليون دولار كل سنة بس بالأعمال الخيرية بس هي تصرف إيه بس شوفي هي تصرف وحتى طريقة تعاملها في يعني لما تشوفينها في أفريقيا وتلم الأطفال إحنا نشوف الجمعيات اللي تخرج من الخليج يرمون من مسافة 5 أمتار يحذف كيس رز على حتى طريقة التعامل يعني ما هي بس قدام الإعلام احنا قدمنا يعني احنا جينا شاركنا سؤال يعني هل احنا مثلا اسمح لي بهالكلمة هل احنا للأسف مثلا عندنا اكتفاء بوجود عادات أو تقاليد أو إن في طبيعتنا عندنا العمل التطوعي وبالتالي أي عمل يكون ظاهر للإعلام يعتبروه نوع من المراءة؟ طبعا شوفي أنا أقول لك تختلف ترى في باقي الدول العربية لا شوفي لا تختلف ترى نسبة ترى في المجتمعات العربية مختلفة يعني يقومون من جانب إنساني عندهم ومجتمعهم أساساً مرتبط بثقافتهم واحدة فمرتبطين ببعض يعني ما ينظرها زي ما ينظرها عندنا في الخليج عندنا في الخليج ترى مشكلة كثير يعني كبيرة يعني عارفة أنه ينظر له أنه هذا جاي مثلاً يبحث عن الشهرة على حساب الجمعيات الخيرية أو معاناة الناس وكذا فبيظهر في الصورة يعني أنا أعتقد حتى فاز المالكي إحنا ما ندخل في تشكيك أو في الذمم يعني طبعا. فاز المالكي واجه مثل ذا الكلام منه قصة البنت اللي بدأت مداعبة بينه وبين الأمير وليد بن طلال صحيح. ثم تحولت إلى عمل إنساني ما سلم فائز من ذا الموضوع لا يعني خلينا منطقيين يعني الطفل الحمد لله ربنا عوضه بتعليم مختلف نمط حياة مختلف إلى آخره طبعًا. لكن أموال الكون أكيد ما تعوض عن الآل فهي محاولة الإسعاد هذه مشاركة الوجدانية عارفة هذا التكافل الاجتماعي اللي موجود عندنا احنا بالفطره عندنا الجانب يعني الحين مثل ما قلت لك قبل شوي تحت الهواء لما اقول لك انه في بعض في المجمعات التجاريه تلقين بعض المتسولات او كذا فلما ياتي احد يعني مثلا بيتصدق يبحث عن الاجر فتلقينا يعطيها بالخفاء برضه هو قدام الناس بتشوف ما تدري كم عطاه 100 ولا ريال ولا موجود ذا الموضوع يعني ولا يعرف بحاله الانسان هذه هل هي صادقه او انها تمثيل او تجاره لكن هو هذه فطرة في الإنسان يعني وخاصة الإنسان المسلم يعني هذه موجودة عندنا لما نجي نتكلم في نطاق الفنانين الفنان الخليجي عموما يعني أنا بتكلم أنه هو من وازع ديني وإنساني نعم. فمن حقه أنه يكون عنده مثلا ماكينة إعلامية زي في الغرب لما نقول أنجلينا جولي
كانت تتحرك ترى بماكينة إعلامية معها وين ما راحت اي وين ما راحت كم صرفت كم اعطت كم وهذا نوع من الثقافة ترى الموجود اللي في الغرب يعني عارف انه حتى يتحركون هم يثقفون لانه هذه شخصية عامة واحد المشاهير فبالتالي صارت هي عبارة عن مثل أعلى أو آيدل بالنسبة للناس الثانيين في العطاء طبعاً. لكن اسمح لي يعني بشكل عام إحنا كصحفيين دائماً في اتهام بأن أنتوا اللي تتدخلوا تحديداً حضرتك كمختص في شؤون الفنية أنتوا اللي تتدخلوا في شؤون الفنانين أنتوا اللي ما تعطوهم أي نوع من الخصوصية في المقابل يعني مثل ما ذكرت أحياناً الماكينة الإعلامية هي اللي تسرب الخبر عن مشروع أو عمل خيري يعني دائما في اتهام بشكل أو بآخر للصحفي أن الفضول الزايد أو حب عمل خبر صحفي هو اللي يدفعه لتعريف أعمال الفنان لا ما أتشوفي أنا بقول لك شغلة يعني والصحفي من حقه أن يبحث عن معلومة مادة الفنان مادة يعني أعتقد أنه ما تسيء يعني أوكي تعتبر إذا كان العمل خيري يعتبر من الخصوصيات اللي محظورة هذه مشكلة ما نقول الفنان مثلا ظهر في وسيلة إعلامية وصرح أو مرر أو سرب شوف أنا أقول لك في مجالسهم الخاصة أغلب الفنانين هم من يسربون هذه المعلومات فبالتالي الصحفي الذكي هو من يلتقط أو يتلقف هذه المعلومات في أصدقاء مشتركين يمكن يعني في المجالس الخاصة ما يكون فيها صحفية لكن يكون فيها أصدقاء مشتركين بين الفنان والصحفي ويمرر المعلومة في بعض الفنانين يتمررها بعمد يعني كأني ما أدري يعني أني والله اليوم رحت دار الأيتام وسويت وفعلت وكذا هذا يقول للأصدقاء بس أنه زي اللي يقول توصل إيه اللي يقول يلا بسرعة يعني مرروها يعني هذول خدمة التوصيل فهمة فبالتالي ما أعتقد أنه الصحفي هذه وظيفته يعني يبحث عن الخبر يبحث عن المعلومة واللي مثلا تعطي هذا حق مشروع ترى صحيح جزء من المهنة إيه فأنا قاعد أنا ألمعك أنا قاعد أقول إنك أنت حضرت وسويت وفعلت وتبرعت يعني مثلا في فنانين أنا كنت فترة من فترات يعني كتبت زمان في جريدة الشمس الموضوع عن موضوع الحلقة اللي بتجاب الصدفة يعني أنا أقول كيف أني قلت إحنا سمعنا سفراء السفير النوايا الحسنة ومدري إيش وفلان فلان السفير ولا شفنا نقدمه شيء يعني خلينا أقول كيف بصراحة أعتقد إنه حتى قبل كم سنة اعتذر منها أغلب الفنانين يعني سعاد عبد الله أعتقد دريد لحام أنا ما ناسي الأسامي وكتب موضوع عنوانه سفراء بلا نوايا حسنة يعني هي البحث عن الشهرة والشو والمنصب يعني وبعضهم يبحث عن وساطة أنه يحصل على هذا يحصل المنصب أي على المنصب وأنا أعرف أنه ما راح يقدم ما قد سمعت عن فنان خليجي خلنا نتكلم أو عربي يمكن بس أنا ما أعرف أنا بالنسبة لي أنا ما قد سمعت أنه والله أحيا حفل وتبرع يعني رايع الحفل ده ذهب إلى جهة جمعية خيرية أو دار أيتام أو أسف ما قد شفت أو قد سمعت يعني إنه للأسف إي طبعا فماخذينها هي وجاهة وفقط يعني ما لها أهداف لولا يكون يتحرك يا الله سبحان الله شوف هذا البني آدم يا أخي إنسان خير وفيه خير وفيه طب رسالتك للفنانين بشكل عام اللي عمدا واللي من غير عمد واللي فعلا طبيعته يحب العطاء رسالة لهم كلهم والله شوفي يعني أول اللي قاعد أوجههم هم أبخص في أنفسهم يعني في الحقيقة أنا أقول لك لكن العمل الخيري ما هو قائم على الفنان على كل إنسان صحيح يعني ما هو الفنان ليش إنهم يختارونه على أساس إنه عنده جمهور حيتأثر صحيح. بموقف هذا الفنان فيتحرك في نفس السياق بس فقط يعني في ناس يقولون يا أخي ليش الفنان ما يقدم أغنية إنسانية أو مثلا ما لها علاقة يعني الأغنية اللي يقدمها يعني ما راح هي تغير في الوضع أو مبيعاتها مثل شركة الإنتاج مثلا بتروح تبيع الأغنية وبتاخذ فلوسها بتوديها للجمعية الفلانية مثلا من خلال الأغنية الإنسانية ما أظن الفنان هو كل فنان بغض النظر عن صفته أنه فنان أو غيره إنسان في الأخير وقاعدين يقومون بأعمال خيرية أنا أعرف كثير من الفنانين ويرفضون أساساً أنه التطرق لهذا الموضوع ولهم أيادي صحيح. أبيضة وفاتحين بيوت ولهم سامات والأعمال كثيرة والأعمال بالنيات طبعاً 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 يبحث عن الأجر في الأخير يعني أكيد ربنا طبعاً نتمنى يكون في منهم كثير الصحفي وناقد الفن الأستاذ فهد اليامي شكراً لك ومشاهدينا يعني أسماء غنية عن التعريف عندنا مثل ما ذكر أنجلينا جولي عندنا بيل غيتس غيرهم من الممثلين طبعا إضافة لفنانين عرب لو الشخص التفت حوله وتساءل إيش بتقول الناس أو كيف بتفكر أو بتحلل الأمور ما كان أحد يتحرك في النهاية طبعا الأعمال فنيات لكن طبعا ندعو الجميع
بشكل عام لتشجيع هذا العمل التطوعي، يسوي ترابط في المجتمع، يشجع الآخرين على العطاء، وهي ثقافة موجودة أساسا في ديننا وفي عاداتنا وتقاليدنا، لكن نعمل على إحيائها. سيدتي مستمر مشاهدينا، متابعة طيبة لكن بعد الفاصل. سيدتي نت الموقع الأول عربيا. سيدتي نت نمبر 1. سيدتي نت الموقع الأحلو برشا. موقع سيدتي نت هو الموقع العربي الأول. الموقع النساء الأول. سيدتي نت الموقع النسائي الأول. سيدتي نت الموقع النساء الأول عربيا. سيدتي الأولى على طول. في سيدتي بعد الفاصل، أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وجولة على صفحات سيدتي دوت نت. أهلا بكم من جديد، ونتابع مع مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع تويتر وما اخترناه من هاشتاجات نتابع. من أبرز الهاشتاجات لليوم هو هاشتاج معلمات مغتربات نطالب بمنحة للنقل. هو هاشتاج دشنته إحدى المعلمات للمطالبة بمنحة للنقل، وتغريدة من حساب عاجل السعودية عن إصابة 7 معلمات وسائق مركبة نتيجة حادث سير صباح اليوم على طريق مكة المكرمة المدينة المنورة السريعة بعد مزرعة أخوان باتجاه المدينة المنورة. يعني إن شاء الله الإصابات تكون خفيفة، والله يشفيهم إن شاء الله ويعافيهم. ومشكلة يعني المشكلة هذه هي تبعت النقل للمدرسات، مشكلة يعني كبيرة صراحة، وإن شاء الله يكون في تفاعل بخصوصها. أسباب طبعا انقلاب هذه السيارات والحوادث اللي بتصير، الجزء منها لأنه عدم انتباه السائق وإهمال منه، جزء ثاني اللي هو الأكبر بسبب الإطارات تبعت السيارة بتكون تلفانة، والسبب الثالث واللي هو النسبة الأعلى بيكون بسبب السرعة، يعني بيسوق بسرعة وهو معه أرواح أشخاص، يعني أنه بيتخطى السرعة المسموح فيها. فخلال 3 سنوات 500 معلمة أصيبوا، 60 منهم توفوا الله يرحمهم يصبر أهاليهم، و40% منهم في إصابات الله يشفيهم. فيعني هذه مشكلة فعلا يعني بيواجهوها العدد كبير من المعلمات. بس خليني أقول حاجة، أنا مرة متفائلة أنه هذا الموضوع إن شاء الله حينحل. يعني بلد إحنا السعودية بلدنا ما في أكرم منها، وحكومتنا فعلا ما في أكرم منها، فإن شاء الله هذا الموضوع يصير فيه يتحول لمنحة. بس حلو أنه يكون فيه مطالبات باستمرار بشكل راقي بأسلوب يعني يعبر عن احتياج المعلمات، وإن شاء الله ما في شيء صعب يعني على حكومتنا، إن شاء الله يتحقق هذا الشيء. الآن من هذا الموضوع حننتقل إلى نصائح موقع سكر دوت كوم، وللي بيهتموا أنهم يظهروا كالمغنية والممثلة جينيفر لوبيز، خلينا نشوف كيف ممكن يظهروا زيها. في أزياء المشاهير لليوم لدينا نجمة البوب والسينما جينيفر لوبيز الجذابة والمتلألئة دوما، معروفة بجي لو. اخترنا لك سيدتي اليوم إطلالة جي لو في حفل توزيع جوائز الجرامي، حيث بدت فيه مثل نجمات الديسكو في السبعينيات بهذا الثوب اللامع الذي تفاعل مع فلاشات عدسات الكاميرا وجعلها أكثر النجمات جاذبية وأنوثة على السجادة الحمراء. وكانت كما هي العادة حديث مجلات الموضة في العالم. اخترنا لك سيدتي هذا اللوك المستوحى من إطلالة جي لو، فستان من تصميم TFNC تعود فيه موضة الديسكو القصير اللامع، وبهذه الطلة تأكدي سيدتي بأنك ستخطفين الأنظار من حولك في أي مناسبة. احصلي على طلة جينيفر لوبيز اليوم من سكر.com وبأسعار منافسة، ولا تنسي الاشتراك في نشرتنا عبر البريد الإلكتروني لتحصلي على آخر صيحات الموضة العالمية وأفضل الصفقات فقط من سكر.com. سكر تعرفك على أحدث أفكار الموضة
وتطلعك على نصائح الأناقة والمظهر من أبرز أسماء الموضة العالمية. بالإضافة إلى فرصة الحصول على خصم بقيمة 72 ريال عند شرائك بقيمة 360 ريال سعودي من موقع سكر.com، الموقع الأبرز للتسوق عبر الإنترنت والذي يزودك يومياً بأحدث صيحات الموضة من أشهر دور الأزياء العالمية. يعني جيلو جينيفر لوبيز دائما يعني أنيقة وتهتم بشكلها ولها جمهورها الكبير. في النهاية هي نظام حياتها صحي وبتمارس الرياضة، عشان كده كمان الأزياء بتطلع عليها جميلة ورائعة. سيدتي فقرات متابعة بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، مواطنون يكشفون عن 13,000 مخالفة مرورية. وصلنا إلى فقرتنا الفنية الأسبوعية نجوم وأضواء، مجموعة من أهم الأخبار الفنية والقضايا على مدى الأسبوع الماضي مع زميل صبحي عطري. مساء الخير. مساء الخير. اليوم عندنا مجموعة كثير كبيرة من الأخبار وشغلات الحصرية أيضا، وفي عندنا خبر واعتراف مهم. خلينا نبدأ. أنا الاعتراف هذا مبسوطة عليه على الآخر، بس بلاش نحرقه، خلينا نقوله للجمهور. مساء الخير لكل مشاهدينا في فقرة نجوم وأضواء لهذه الليلة. أسبوع دبي للموسيقى ينطلق مع ألمع الأسماء العالمية، واعتراف جريء للفنانة الكويتية شجون الهاجري ينهي تساؤلات الفضوليين. خبرنا الأول فيه مجموعة أخبار سريعة عن ما ستقدمه شاشة روتانا الليلة ولاحقا. ففي سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، بدأ عرض فيديو كليب أغنية الليلة للنجم عمرو دياب في جميع صالات السينما المصرية قبل عرضها على الفضائيات وعلى شاشة روتانا قريبا. والليلة أيضا يبدأ عرض الكليب الأول للفنان بأغنية نظرة منك للمزين جو رعد حصريا على كامل قنوات روتانا، وهي من كلمات هاني عبد الكريم وألحان تميم وسين فنان أكشيل وتوزيع مدحت خميس، كما تم تصويرها في جزر البهامس تحت إدارة فريق تصوير أمريكي، وأشرفت على الكليب المخرجة اللبنانية ليلى كنعان. أما غدا فتطرح شركة روتانا للصوتيات ألبوم جديد لسفير الأغنية الخليجية الفنان الكبير عبدالله الرويشد للألبوم الجديد الذي يحمل عنوان متى بنساك، ويحتوي الألبوم على 16 عملا غنائيا تعاون فيها الرويشد مع نخبة من كبار الشعراء وكتاب الكلمة الغنائية والملحنين في الكويت والخليج. فإلى كل محبي الرويشد غدا تستطيعون الحصول على نسختكم من الألبوم الجديد. أي خبر من بناتنا بتستني أو أي ألبوم أو صورة؟ عبد الله الرويشد طبعا فنان خليجي كويتي معروف وله محبينه، يعني انا يمكن ميال لبعض الاغاني الخاصه فيه. لا عمرو دياب از نايس، بس انا ما فهمت موضوع جو رعد. هو جو رعد ايش عامل بالضبط في الكليب؟ جو رعد عامل اغنيه جديده حتنعمل. هو مغنيها؟ هو مغنيها. لا ايه، وبدعم من ماجد المهندس، فاليوم حيكون اول عرض للكليب تبعه. انا مش عارفه كيف صوت، انا طبعا اعرف جو رعد يعني، بس مش عارفه كيف يعني. هو مزين شاطر بس كمطرب مش عارفه، فخليني اسمع الاغنيه ونشوف كيف وضعها. بس أنا برضو لسه ما زلت متحمسة للخبر الأخير، أتوقع حيطلع كتير يعني صادم، عندي كلام كتير عليه إن شاء الله. خلينا ننتقل لخبرنا التالي كمان مهم. خبرنا التاني، خبرنا التالي من دبي التي تشهد إطلاق أسبوع دبي للموسيقى هذه الأيام عبر مؤتمر صحفي أقيم البارحة لثلاثة من أشهر منتجي التسجيلات الموسيقية العالميين في صناعة الموسيقى، وهم أسطورة الموسيقى العالمي كوينزي جونز ومنتجا موسيقى الهيب هوب والبوب ويل آي أم وتيمبرلاند. وعلى مدار الخمسة أيام المقبلة سيجتمع الموسيقيين الصاعدين والمديرين التنفيذيين والمسوقين والموردين أيضا وعشاق الموسيقى في مركز دبي التجاري العالمي لتبادل الأفكار واكتشاف منتجات جديدة ومعرفة ما الذي يحتاجه كل موسيقي من أجل تحقيق النجاح في هذه الصناعة. سيشهد الحاضرين حدثا مهما أيضا، إذ سيختار المنتجين المشاركين أول نجم عربي عالمي من المنطقة العربية من بين خمس نجوم موهوبين، ستتاح لهم الفرصة لتقديم أغنية واحدة فقط لإبهار لجنة التحكيم والجمهور وللفوز بعقد موقع من كوينزي جونز لإنتاج أغنية عالمية أغنية مصورة، إضافة لحفلات حية لنجوم عالميين وليلة بوليود والليلة العربية. لنتابع مقتطفات من المؤتمر الصحفي الذي عقد البارحة. مرحبا. This place has potential. I see it
every move I make, everything I look at in the city, it's original and it's sticking to its roots. And that's what I really love, as I said before. The world is waiting for, you know, someone from the Middle East to be the big global superstar. You know, a lot of us think that, you know, the next Michael Jackson. Every time I come here, when we perform, it becomes a big party. And we lose track of time. And a lot of times, see, your time is up. So what people can expect tomorrow, I think they can expect the unexpected. You got me and Will, anything can happen. سنعود قليلا إلى أجواء وكواليس هذا المؤتمر. أود أن أشير إلى بعض النقاط السلبية التي لمسناها قبل وخلال المؤتمر، وهي تأخر النجوم الثلاثة عن موعد المؤتمر حوالي الساعة والنصف، مما تسبب بتذمر بعض الصحفيين والإعلاميين، إضافة إلى أنه لم يتقدم أي من الضيوف أو الأعضاء في الشركة المنظمة بأي اعتذار أو حتى تبرير منطقي عن هذا التأخير. النقطة الثانية هي قيام إدارة المهرجان بفرض مجموعة قليلة من الأسئلة على الصحفيين مع عدم السماح لهم بالسؤال مباشرة، وإنما عن طريق عريف الحفل الذي طرح الأسئلة نيابة عن الصحافة التي انتظرت كل هذا الوقت ولم تحظى بفرصة الأسئلة رغم انحشارهم في قاعة مؤتمرات ضيقة. النقطة الأخيرة هي قيام فريق إدارة أعمال النجوم المشاركين باختيار بعض وسائل الإعلام معينة لإجراء لقاءات خاصة مع النجوم المشاركين دون إعطاء أي تبرير للقنوات الأخرى عن عدم الموافقة على طلباتهم بإجراء مقابلات منفردة. وبعد السؤال للقيمين على هذا المهرجان الوليد أنهم كانوا ليسوا بحاجة لمظلة إعلامية ترافقهم، فلماذا يدعون وسائل الإعلام لمهرجاناتهم؟ أجاب السيد عصام كاظم أنه تحدث بعض الأخطاء في بداية إطلاق أي حدث فني، ونعدكم بأن تكون الأعوام المقبلة في تحسن مستمر. شو؟ صراحة أنا الثلاثة نقاط عندي تعليقات عليها. أول شيء، أنا لاحظت أنه في عدد كبير من المشاهير سواء في الفن أو في الإعلام أو في مجال الأزياء وأي مجال بيتأخر عن موعدهم بشكل مزعج. مرة كنت معزومة في مؤتمر كانت مصممة أزياء، يعني وبلاش نقول الجنسية عشان ما يكون عندنا يعني لطعت الناس كلهم. أنا كنت موجود، أنا قعدت ربع ساعة، لما تأخرت طلعت وتفاجأت إنه الناس قعدت، بعدين بلغوني قعدوا فوق الساعة ونص. يعني هذه صراحة منتهى الوقاحة، يعني احترموا مواعيد الناس بالذات الشخصية العامة، مهم جدا تحترم الناس. يعني في ناس لما تنشهر يكبر راسها وتتغر، والله يعين الناس كيف تعملوا ما يتذكروا إنه الناس هذه اللي ساعدتهم يوصلوا. والنقطة الثانية، إذا أنتوا ما تبغوا كل الصحفيين يتكلموا، طب ليش يسألوا؟ طب ليش جبتوهم يعني؟ لا لا، الشيء اللي كان مزعج هبة إنه عطونا مجموعة من الأسئلة مفروض نسأل منا، أوكي، ومش نسألها نحن مباشرة. فنحن كصحفيين في كتير رفضوا إنه هذا الموضوع، وفي منهم وافقوا لأنه مو منطقي. صحفي وإعلامي، الصحفي يحق له يسأل أي سؤال، أنا أقرر إيش أجاوب وكيف أجاوب بطريقتي. بس مدام أنا ماني خايفة، يعني أنا عمري ما سألت سؤال ورفضتني أجاوب عليه، لأنه أنا ماني خايفة من أحد ولا خايفة من شيء بقوله، أعرف حدودي وأعرف كيف أتكلم. فهذه الطريقة بصراحة تدل أنه المؤتمر ما كان على المستوى المطلوب يعني. بالضبط. بس في نفس السياق مشاهدينا، عقد مؤتمر صحفي للنجمة العالمية سيلينا جوميز اليوم صباحا، والتي ستحيي حفلا حيا غدا في دبي، التي اكتفت بالإجابة على بعض الأسئلة أيضا المختصرة والمحضرة مسبقا، وأعطت لقاءات لقنوات أجنبية فقط. هذه مقتطفات من المؤتمر. Obviously he's a legend and I actually got to see him last night and we were talking about my path and what I've been doing and he was giving me some insight and he was obviously like I'm glad that you've taken this path and you haven't done other things because I think you're doing it the right way. So it was good to hear it from someone that has been a legend and has obviously done a lot. It's going to be fun. Honestly, I want everybody to be exhausted from just dancing because we go on stage and I'm full out and I love, that's the moment where I can feel who I am and be who I am. It's just enjoy having that audience and to feed off my crowd is so good. It's My following is from 5 years old to in their 30s, so it's the funnest group of people.
كل الأحوال نرجو أن يستمتع الحضور بحفلات النجوم العالميين والعرب أيضا في أسبوع دبي للموسيقى. ننتقل الآن إلى خبرنا الثاني التي ضجت به الأوساط الاجتماعية عن الفنانة الكويتية شجون الهاجري التي ظلت لسنوات تخفي أن حقيقة أنها لقيطة وتنفي هذا الأمر لتظل حياتها الاجتماعية وأسرارها لها وحدها، فما يعني الجمهور ومحبيها ما تقدمه من فن، بيد أن تلك التساؤلات القاسية استمرت في الملاحقة وجعلت من حياتها جحيما يوما بعد آخر. شجون صبية الشاشة الفضية المرحة خرجت أخيرا على حسابها الشخصي في موقع إنستغرام عبر فيديو اعترافات قاسية، فألقت من على عاتقها حملا لطالما أوجعها عبر السنين لتعرف على الملأ أنها لقيطة، وتبنتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت وتحديدا دور الرعاية إلى أن تبنتها أسرة كويتية. لنتابع الفيديو الخاص بشجون. من زمان كان عمري 13 سنة لما دريت أنا أمي وأبوي اللي مربيني متبنديني أمي وأبوي وزعلانة لأنهم أمي وأبوي، بس أبيكم تفهمون شنو يعني الله عوضني فيكم ما عندي غيركم. رغم متى كنت أبي أقول لكم من زمان، بس اليوم دريت شنو يعني صدق ما عندي غيركم. طبعا هبة كتبت شجون انه بعد ما قالت هذا الحكي كتير ارتاحت، بس انا بعتقد انه ما كان لازم يكون على انستغرام، كان المفروض يكون بالفعل اذا ناوية تعمل هذا الشيء تنزله كخبر صحفي او ببرنامج. انا بصراحة احييها على جرأتها وشجاعتها، يعني الواحد صراحة ما المفروض انه يكون خايف من الناس ومن كلام الناس، لانه عن جد رضا الناس غير لا تدرك، والواحد لما يشتغل حتى في الإعلام بعد سنة سنتين يحس إنه مل خلاص، يقولوا زي ما يقولوا، هو يعمل اللي هو شايفه صح وقناعته، لأنه إذا لبست أبيض حيقولك ليش لابس أبيض، إذا لبست أسود ليش لابس أسود، إذا لبست جري ليش لابس جري، احترنا. فأنا أحييها، هو ممكن كلامك منطقي إنه ممكن على التلفزيون، بس هي يمكن كانت في لحظة حابة خلاص حاسة إنها ملت وتبغى تعبر عن الموضوع، ممكن الآن وسائل الإعلام يعني تأخذ منها تصريح أفضل، جرأة منها صراحة. وبعدين الشخص يعني الطفل اللي هو لقيط أو أخذوه أهل وربوه في النهاية مو ذنبه، وإحنا عندنا مجتمعات عربية يعني للأسف نسبة كبيرة من الناس تحب بس توصم الناس بالعار وكأنه فضيحة، مش فضيحة مو ذنبها في النهاية، هي إنسانة تعبت على نفسها في مجال عملها الفني وناجحة وعندها أدوارها المميزة، فأهلها اللي سوا يعني ستيف جوبز كمان لقيت، بس شوف ايش عمل يعني في العديد من الناس اللي نجحوا في حياتهم هم في النهايه ما لهم ذنب في غلطه اهلهم. احنا بيهمنا بالاخير نتائج هذا الخبر اللي انا مستنيته بصراحه من البدايه، لانه مبسوطه فيها انها يعني ما همها بكيفهم الناس، يعني الناس ما بيخلص كلامهم. صحيح، وانا كمان انبسطت منا. تحيه لك شجون، اخباري لهون بتكون انتهيت، انا القاكم الاسبوع المقبل وعوده لهباء. شكرا صبحي، صراحة كانت فقرة ممتعة، بنشكرك على هذه المعلومات يعطيك العافية. وإحنا مشاهدينا حننتقل إلى فاصل، ابقوا معنا عندنا العديد من المواضيع المفيدة، نتابع بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل، ما سر تهافت الفتيات على الدورات التدريبية؟ أهلا بكم من جديد. تعتبر الدورات التدريبية من أهم الأمور اللي بتساعد الفتيات أنهم يزيدوا من خبرتهم في مجال العمل، خاصة أنه زيادة عدد المتعلمات وقلة فرص العمل أدت إلى زيادة حدة المنافسة بين المتقدمات للوظيفة، حتى عشان كده بياخدوا دورات إذا ما لقوا مجال عمل فيه تخصص معين يلاقوه في العديد من المجالات الثانية. هذه خطوة أعتقد جيدة، بس حلو نتعرف على أسبابها من فقرتنا من جدة. شكرا لك هبة، فعلا مع انتشار هذه الدورات التي تروج لدعم مهارات الإنسان ودعم كمان مهاراته الفكرية والإنتاجية في السنوات يعني هي القليلة الماضية، ازداد عدد المقبلين على هذه الدورات وصار لها برامج عديدة نسمع عنها باستمرار. بالفعل جيهان، الملفت للنظر مشاهدينا الكرام أن إقبال الفتيات على هذه الدورات أصبح
أكثر من الشباب من خلال الإعلانات اللي بتكون موجودة في كل مكان، بالطرق، بالمجلات، بالجرائد، بالتلفزيون، في كل مكان. فالبنات بياخدوا الأرقام دي وبيحاولوا يتواصلوا مع هذه الدورات. عموما مشاهدي الكرام، إحنا عندنا تقرير حيعطينا فكرة على الموضوع ونعود لبدء الحوار، نشوفه سوا. يقوم مفهوم التدريب على إكساب الأشخاص مهارات جديدة ضمن المجالات التي يمكن لهم من خلالها تحقيق المزيد من الجودة والنجاح والتفوق في حياتهم ومعالجة الكثير من الفوارق الناجمة عن اختلاف المعرفة والمهارات، بدءا من تنمية الموارد البشرية في كل الاتجاهات وصولا إلى تفعيل طاقات الإنسان الإيجابية وتلك الغير مستغلة. اشتراكنا في الدورات التدريبية هنا واحد لازم يطور من مهاراته، يطور من شخصيته، يطور من ذاته، يطور من ثقافاته ومعلوماته. لازم الشخص يكون مواكب المجتمع ويعرف ايش بيصير فيه، ما بيكون بس مثلا من دراسته للبيت ومن البيت لدراسته. لازم تكون له بصمة في المجتمع. انا ما حتكون لي بصمة ايجابية الا لما يكون انا على علم ودراية وثقافة بالمجتمع والوضع اللي هو فيه. الاهتمام بهذه الدورات التي انتشرت في مجتمعنا من منصة الرجال اولا انتقلت الى الضفة الاخرى، وبات في السنوات الأخيرة محط اهتمام الكثير من السيدات، وخصوصا في تلك الدورات التي تتعلق بمهارات الحياة والتواصل الإيجابي والعلاقات الزوجية. لما أحضر دورات في التنمية البشرية وتطوير الذات بيطور من شخصيتي، بيطور من تواصلي مع الناس، أنا كيف ممكن أفهم الشخص، كيف ممكن أفهم إيش هو يبغى بكلام أقل وبتعابير وجه. تتعدد الأسباب التي تقف خلف إقبال الفتيات تحديدا على الدورات التدريبية، خصوصا مع ازدياد الوعي ومحاولة فهم المهارات اللازمة لكثير من الاحتياجات التي تخص التعامل مع المجتمع ونجاح محيط الأسرة، بالإضافة إلى تنمية القدرات الذهنية والعملية وتعزيزها باللحاق بالأساليب الجديدة بالعلم والمعرفة. لبرنامج سيدتي رغدة السليماني، جدة. الحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفتنا هنا في الاستوديو الأستاذة مرام كردي، مدربة تنمية بشرية ومختصة في الهيمنة الدماغية. أهلا بك وكل عام وأنت بخير، وأهلا بك في الموسم الثاني من سيدتي، وكل عام وأنت بخير بمناسبة اليوم الوطني. ما شفناك كل عام وأنت والعالم الإسلامي والعربي كله بخير. مساء جميل، مساء الروزة الأبيض والبيلسان، هي من أشهر ورود العالم وأجملها، واللي تستخدم زيوتها مسكنة للروح والجسم والعقل. مساء جميل للجميع إن شاء الله. مرام، زي ما شفنا في التقرير يعني بيشتكوا من إقبال السيدات، لماذا السيدات فعلا هي يعني السيدات يمثلنا الشريحة الأكبر في الإقبال على هذه الدورات خصوصا لتنمية المهارات؟ يقال إن الفكر لا يحد، وإن اللسان لا يصمت، وإن الجوارح لا تسكن. فلم نشغلها بالعظائم شغلت بالصغائر، ولم نعملها في الخير عملت في الشر، وإن عرفناها العز تنفر من الذل، وإن عرفناها التحليق تكره الإسفاف. بنتكلم عن مفهوم التدريب. التدريب إيش هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن مفهوم التدريب، قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ذكر العلم كمعرفة ومعلومات، وذكر الحلم صفة تكتسب للإنسان تصبح جزء منه، وهذا هو التدريب. التدريب هي المعرفة التطبيقية اللي تكون جزء من الإنسان يمارس حياته بشكل يصل إلى معنى الامتياز البشري في كل مجال من مجالاته. احتياج المرأة للتدريب واحتياج العالم كله للتدريب بناء على الاحتياج الروحي الإنساني لوصول إلى الامتياز البشري. بمعنى كثير من الناس خسروا أرواحهم، خسروا أصدقائهم، خسروا علاقاتهم، خسروا شغلهم، خسروا ذواتهم لسبب مهم جدا، غياب المعرفة التطبيقية. الجميع يعرف أنه التدخين مضر بالصحة، ولكن عمره ما فكر كيف ممكن أنا أقضي على هذا الموضوع. أحاول يعني ألخص من كلامك أنه السيدات عندهم وعي أكثر. وعي أكثر؟ لا، مش الوعي مرتبط بحقيقة الإنسان. السيدات إحنا الآن في 2012 و2013 اللي ما
يطور نفسه بشكل متسارع، يصير كأنه الشخص اللي بيجري في سباق الجري بأحذية الله يكرمك من اسمن، كل شيء من حولها متطور. هذا كان قصدي، يعني قصدي أنه السيدات تحس أن عندهم وعي أكثر لأنه بغي يتطوروا. الوعي قادم من الخوف من المستقبل. الأنثى في طبيعتها وبتركيبها وبمزاجها مرتبطة بالخوف. لحظة مرام، هنا أنت ربطتيني في نقطة. إحنا قلنا في المقدمة في بداية الموضوع، قلنا أنه يمكن عدد الجامعيات ازداد عن أول بكثير، عدد المؤهلات صار أكثر وأكثر، لكن في نوعا ما نستطيع نقول بطالة موجودة، ما نقدر نخفيها لكن هي موجودة. فنقدر نقول أنه هي يبغوا يلحقوا بالركب اللي جاي، أو يلحقوا التطور اللي صار، أنه في بنات كثير صار متعلمات وإلى آخره، فنوع من أنواع تأمين نفسهم أنه هم يبغوا يكتسبوا مهارات عشان يقدروا يتوازوا مع البنات دول اللي عندهم كل هذه المهارات. الخوف من المستقبل يؤدي إلى العمل ووضع صورة مستقبلية. الآن مع القرارات الموجودة عندنا الآن، الملك عبد الله بن عبد العزيز بالمراسيم اللي نزلت وبالأوامر الملكية أن المرأة تشارك في مجلس الشورى 20%، هذه إنه أن المرأة تشارك في الاتفاقيات، في المعاهدات، في كل هذه الأمور عضوية كاملة، وهذا شيء ما صار يعني إلا في عهد الملك عبد الله، وبهنا فرص كبيرة إن هي ترسم سياسة كاملة ومعاهدات وإلى آخره. شيء ثاني، مشاركتها في المجالس البلدية انتخابا ويحق لها أن ترشح نفسها، مشاركة في الغرف التجارية، مشاركة في المناصب القيادية. إحنا عندنا نظرية في التنمية وفي الإدارة، زيادة الفرص تساوي زيادة الاحتياج. فالمرأة هنا بطبيعتها وبتركيبتها وبتغير أصلا تركيبة المجتمع، صار عندها احتياج رئيسي أنها تغذي نفسها لأنها توصل وتلحق بالركب زي المسابقة. طيب في أعمار معينة مرام تقدر تقول أن هي يعني بتحسيها أن هي مقبلة زيادة على هذه الدورات؟ يعني تحسيهم من صغرهم مثلا، أو مثلا الشابات هم أكثر، أو السيدات اللي قاعدين في البيت، أو سيدات الأعمال؟ مين ملاحظ الأعمار اللي هي بتقبل على هذه الدورات؟ ممتاز. بداية الأعمار بحسب المعايير التسجيل عندنا من 22 سنة، من 22 سنة إلى 25 سنة تلاقي عندهم وعي باحتياج معين، ومن 25 وفما فوق وعي باحتياج آخر. ال 22 سنة يكون عندها وعي أنها حابة تعرف نفسها أكثر، بتشوف البنات وبتشوف التخصصات المختلفة وبتنزل تطوع، فبالتالي يكون عندها احتياج أنها تعرف نفسها عشان تعرف فين بتروح. فبالتالي بتلاقي عندهم اهتمام في معرفة الشخصية، في تحليل الشخصية، زي ما عندنا مقياس هيرمان والبصمة الدماغية، تعرفي نفسك إيش هي بصمتك الدماغية، إيش هو قناع العمل، إيش هو قناع العلاقات، إيش هي نقاط القوة والضعف، تبان البصمة عندك فين أنت متوجهة، ويقدموا لك تقرير بناء عليها ببصمة معتمدة، وبالتالي تعرف انت فين رايحة. نعم. بالنسبة للدراسة، بالنسبة للتعامل والعلاقات والمال والعمل. طيب احنا زمان كنا نسمع دائما اخذت دورة، لما نسأل واحدة اخذت دورة على طول نربطها في دماغنا كمبيوتر او انجليزي. صحيح. مستحيل. وقبلها دورات مكياج. صحيح. شعر، كوافير، طبخ مثلا. الان احنا ما احنا في الحديث. يعني بعدين. نحاول نسوي دورة. بالضبط. فدحين الوضع تغير زي ما ذكرتي وتفضلتي أنه المجتمع تغير بأكمله، فإيش الدورات اللي أصبحوا البنات يتهافتوا عليها، اللي هي دي الدورة الصح اللي أخدها في الوقت ده؟ ممتاز. احنا افضل انا من سن 22 تبدا الدورات في تحليل الشخصيه ومعرفه الاتجاهات والتخصص زي ما انا قلت. بس بعد سن 25 انتهت هي من المرحله الجامعيه، تبدا مرحله ذهبيه في حياتها. انا فين راح اتوظف، انا فين راح اشوف نفسي؟ هنا الاختبارات المهمه، البرامج المتعلقه بالوعي الوظيفي، الوعي للتخطيط للمستقبل ما بعد التخرج، انا ايش راح اسوي. هذه من اهم البرامج اللي ممكن تضيف الانسان في المال والاعمال وبالنسبه للتخطيط للمستقبل. طب انا يعني ما بنلاحظ انه الترويج لهذه الدورات بيكون بشكل مبالغ فيه شويه؟ يعني كاني انا خلاص حادخل الدوره هذه حطلع انا بروفيسوره، ولا حادخل الدوره دي انا عارفه بالضبط كيف احل مشكلتي، وشويه يعني دريمي حالمه شويه الطريق شيئين، يعني نفس صراحه نفس يعني طريقة عرض اللي هو اللي بيلقي المحاضرة والترويج كمان عن المحاضرة. ممتاز. بعض المراكز التدريبية في حقيقة انت ذكرتيها انه بعض المراكز التدريبية بتحط الصورة الكبيرة للدورة، الحلم والمقاييس المرتفعة، وذلك لأن المراكز التدريبية برضو بعضها الله يهديهم يعني بيلجأوا الى التسويق للدورة كأنها زي كأنك بتسوق المنتج معين. صح. منتج مكياج، منتج إلى آخره، من ذكر الصورة الحلمية. لا مرام، في صور ما أدري جاي شفتيها اللي هي صور بتكون عبارة عن دورة، مجرد دورة، لكن بتشوف عبارة الصورة عن
الطاقية حقت قبعة التخرج مرمية ومفتوح الأفق وخلاص أنت كده وصلت يعني. ممتاز. أقول حاجة مرة مهمة، في بعض الناس بالفعل أخذوا ردة فعل معاكسة بالنسبة للدورات، يعني تدخل دورة حاطة معايير مرة مرتفعة وبتكتشف أن المدرب مقاييسه منخفضة، المدرب ما أمدها بالشيء اللي هي حطته في بالها، وتكتشف أنها بعد الدورة بيومين ثلاثة فقدت كذا كل المعلومات راحت. طيب ايش المشكله بالفعل انه اصبح عندنا للاسف ممكن يصير عندها رده فعل عكسي كمان، انه ايوه احباط ان انا حفشل ما لي طريق حاجتين مهمه متعلقه بهذا الجانب. الحاجه الاولى انه عمليه التدريب، البعض يعتقد انه ما يدخل دوره انه راح يتغير. التدريب يحتاج الى وقت، العلماء السلوكيين يقولوا انه كل 21 يوم تقدر تزرعي صفه جديده موجوده فيك. هذا واحد. عمليه التدريب انت بتاخذي معلومات، بتاخذي طرق، وبعد كذا تبداي تمارسيها مرارا وتكرارا حتى توصلي للنتيجه. بعدها تقيمي نفسك، النتيجة اللي انت وصلتيها هي انت ولا لا، في نقص، في خسارة الى اخره. اللي بيصير في الدورات انه للاسف صار في مدربين يعتمدوا كمدربين، ولكن اعتمادات يا تكون وهمية او اعتمادات ياخذ الاعتماد بس ما عنده ثقل من الخبرات والتجارب، التأليف يكون مشبع بالخبرة انه يشوف كل المتدربين بجميع اختلافاتهم يقدر يوصل لهم المعلومة ويكسبهم ويؤثر فيهم. هذه المشكلة. لذلك احنا بنتكلم عن الوعي، الوعي للمتدرب او الوعي الشعبي لكل الناس انه هو لما يجي يختار دوره تدريبيه يختارها بناء على ايش. هنا السؤال، انا كنت حتوقف عند السؤال، انه في يعني ظل هذا الازدحام والزخم من الدورات، حتى في الشوارع كنت بقولها في المقدمه. صحيح. مرام انه في الشوارع طول ما احنا ماشيين بقول لجيهان انا كنت مره اخذت رقم عشان اشوف ايش حكايه الدورات دي اللي في الشوارع بالبانر بتتحمسي كمان ايوه بالمجلات والجرايد، ايش ده انا حوصل لفين. فالنقطة إيش المعايير؟ أنا إيش يناسبني؟ عرفتي كيف؟ إيش الشيء اللي يناسبني، اللي المعايير اللي أختار فيها هذه الدورة اللي ممكن توصلني للطموح اللي أنا أبغاه؟ ممتاز. بناء على لو شفتي دورة تدريبية كيف ممكن تتأكد أنه هي بالفعل زي ما يقال أو زي ما كتب، أنت ترجع للسيرة الذاتية للمدرب، هذا شيء جدا مهم عشان لا ينصدم الكثير. لأنه في مثلا دورة الجرافولوجي، تحليل الشخصية عن طريق خط اليد، كثير ناس سمعت عنها، بس في مدرب يكون قرأ كتاب من أول يومين وراح سوى دورة تدريبية، والإنسان لما يحضر حتى السيرة الذاتية مرام الآن صارت تزور. صحيح. وفي دكتوراة وهمية وفي دورات وهمية وإلى آخره. لذلك إحنا المفروض يكون عندنا وعي في الاختيار. نرجع لاختيار المدرب والدورة التدريبية، تشوفي المركز هو معتمد ولا لا، لأنه في كثير من الناس بتدفع 4000 5 6 وأنت طالع وبتلاقي إنه المركز مش معتمد، المدرب ماخذ شهادة وهمية. حاجة ثانية، المدرب ماخذ مادة جدا قوية مثلا زي مادة الجرافولوجي، بس تلاقي انه قرأ الكتاب اسبوعين وسوى الدورة، ما تشربها، ما تعمق، ما صار مستشار فيها. حوالي 5000 6000 المفروض تحليل عشان تدخلي داخل المادة، يكون عندك الوعي. ولكن انت بتسألي، بتشوفي هذا المدرب عنده مؤلفات، عنده أضعف الإيمان، هو بحث ألف، واحد، اثنين عنده أبحاث خاصة، ثلاثة عنده خبرة تطبيقية ميدانية مشهود لها، تبدأ تشوف المعايير. للأسف بيسألوا عندنا إيش جنس المدرب؟ صح، وفهذا بيخسر. صح. أيوة بيخسر، بيشوف الدورة الحلوة بس والمكان الحلو اللي حيصير فيه المحاضرة، والعمق ما فيه، المبنى مو حلو. عرفتك المبنى مو حلو، انا ما حاشتغل فيه. مين حيروح؟ لا مين حيروح؟ قريب بعيد ده اللي بيسأل. وبعدين الناس بتنصدم، والله رحت الدوره يومين ثلاثه المعلومات طارت، نصابين. لو تعرفي بس يعني كلام. قبل ما نختم، يمكن خلود مرام، يمكن كمان حتى لو رحت انا يمكن لمحاضره او دوره ما هي على قد المستوى، انا يعني انا احاول اطلع احسن ما فيها اللي يفيدني انا. صحيح. واتمرن عليه، يعني احاول حتى اطلع، حتى لو هو ما هو قادر يوصل للمعلومه احاول ان اطلع الاحسن. صح، الوعي دائما مرتبط بكل شيء، لا يوجد زمان ولا يوجد مكان ولا يوجد امراض ولا يوجد يعني علم لوحده، يوجد وعي كامل بكل حاجه حواليك. يعطيك العافيه مرام، احنا طبعا حديثنا مطول عن هذا الموضوع، لكن ان شاء الله يمكن بفقرات اخرى وحلقات اخرى مسيره. يعطيكم العافيه واجواءكم جدا رائعه، الله يسعدكم. شكرا لكم. إذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات سيدتي مستمرة، ولكن بعد فاصل قصير خليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة.
سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. بكم في هذه الفقرة من حلقتنا. استقبل تطبيق صور وأرسل الخاص بأمانة منطقة الرياض، والذي يعمل على الأجهزة الإلكترونية الذكية كلها، أكثر من 13 ألف بلاغ مصور من سكان العاصمة منذ تدشينه. نتابع التقرير ثم نعود للحوار. أعلنت الأمانة العامة لمدينة الرياض عن تطبيق جديد للأجهزة الذكية تحت مسمى أمانة 904، والذي يهدف إلى تشجيع السكان باستثمار التكنولوجيا المتداولة بين أيديهم بالمشاركة في الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بخدمات البلدية في كافة أحياء وشوارع مدينة الرياض عن طريق حملة صور وأرسل. أنا معها وبقوة يعني ومؤيدة هالشيء، لأنه دائما أشوف كثير مخالفات، صعب أني أدق على مثلا مرور شرطة كذا، لا أكون على طول بس أصورها وأرسلها يعني كتوثيق. جدا جدا ممتازة، مفيدة صراحة. أي حابة هالشيء مرة، يعني أشوف أنه كثير لما يشوفون شيء يصورونه بالبرامج التواصل تويتر والإنستغرام عشان يوصلون الخطأ عشان يتم تصحيحه. يعني أنا والله ما أعرف عنها شيء صراحة، بس أنه إذا كانت موجودة فهي كويسة، يعني تساعد المواطن، تساعد المجتمع كامل انه تصير الطرق بشكل افضل. ممتازه جدا وخطوه ايجابيه عشان الكل يكون ملتزم. بالعكس احنا لازم نساعد بعض ان احنا نكون بيئه سليمه، مجتمع جميل، ثقافتنا احلى واحلى للامام. احسها انه شيء مره ناجح وشيء مره كويس، الواحد لازم يسوي كذا عشان الاغلاط قاعده تنتشر، وبهذه الطريقه نقدر نساعد المرور انهم يوقفوا المخالفات ويخلوا الناس منضبطين اكثر. انا مع هذا الشيء، انه لازم اذا اي حدا شاف مخالفات تنرسل لأمانة الرياض، لانه المفروض بهاي الطريقه يصير في وعي اكبر ويصير في مسؤوليه اكبر ويصير في كمان انه اصلاح في المكان احسن، والناس بتكون زي المونيتورز يعني مراقبين. صح، لانه اول شيء يعني نحن في الرياض عندنا مرة مخالفات كثيرة، وعندنا كل أحد يخالف، والصح أنه نوقف هذا الوضع لأنه قاعد يكثر والزحمة. حظى هذا التطبيق بأكثر من 13 ألف بلاغ مصور منذ تدشينه في الأربعة أشهر الماضية. بالرغم من ذلك يرى بعض أفراد المجتمع أنهم غير معنيين بمثل هذا الأمر، كما أنه ليس من مسؤوليتهم الاجتماعية ولا الفردية. برنامج سيدتي، أروى توفيق. للحديث أكثر حول الموضوع بينضم إلينا عبر الساتلايت الدكتور إبراهيم الزبن، أستاذ كرسي الأمير محمد بن فهد للمبادرات الشبابية بجامعة الإمام ورئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام. أهلا بك دكتور. حياكم الله. عليكم. بداية دكتور إبراهيم، حابين نعرف رأيك بتطبيق صور وأرسل اللي أطلقته أمانة مدينة الرياض. بلا شك احنا نتكلم عن قضية مهمة جدا في المجتمع، هي ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية هي نموذج الحقيقة للمشاركة المجتمعية، قد يكون نفتقده كثيرا في الثقافة في العالم العربي بشكل عام، وبالذات في المجتمعات الخليجية
المملكة عندما بدأت تطبيقات استخدام التطبيقات الحديثة من خلال التقنيات المتقدمة في سبيل تفعيل المسؤولية الاجتماعية وتفعيل أدوار أفراد المجتمع، بلا شك أنه هنا تعطيني فرصة أكبر للمشاركة، لأنه الحقيقة المشاركة كانت خلنا نقول أنها فيها نوع من التفاوت في فئات مهمشة في المجتمع ما كان صوتها مسموع، وهي ربما كانت أكثر اختلاطاً أو خلنا نقول أكثر احتكاكاً بهذه المخالفات اللي كانت ترصد، لكن أصواتها كانت مهمشة لأنها ما ثقافة المجتمع سواء أتكلم عن ثقافة تنظيمية لا تعطيها المجال الكافي للمشاركة. المسؤولية الاجتماعية تقوم على ثلاث عناصر أساسية، أعتقد هذه التقنية الحديثة تساعد على توفر الثلاث عناصر الأساسية اللي هي الاهتمام ثم الفهم ثم المشاركة. فالاهتمام هو موجود لدى الأفراد المجتمع، نحن لا نستطيع أن نغفل أو نقلل من قيمة الاهتمام. الفهم خلنا نقول مسألة متفاوتة، يعني صحيح في ناس بتفهمها كلهم بطريقة السلوك اللي أمامها، وفي ناس بالضبط. تبدا بعد كذا مساله المشاركه اذا كان عندي عداله في المشاركه، انه كل فرد من المجتمع عنده نفس الفرصه انه يشارك في نفس الوقت في نفس الدرجه بنفس الاسلوب، هنا اعتقد انه نسبه المشاركه والاهتمام بالمسؤوليه الاجتماعيه ترتفع عندي معدلات. بس يا دكتور ابراهيم اسمح لي، في ناس في المجتمع تعتقد انه لو شخص يعني مشكلة فعلا في تقصيرات والعديد من التقصيرات من البلدية، أحيانا بنشوف الشوارع ما هي نظيفة، ما هي حتى يعني مهيئة أنه شخص يمشي فيها، تحتاج العديد من النظافة ومن الاهتمام. في دول كتير لما يكون عندهم construction أو تصليحات في الشوارع بيكون يعني البلدية مراعية أنه تكون المنطقة نظيفة، يعني الواحد يستغرب أنه كيف في construction بهذه الطريقة، ودول خليجية متعددة كمان. اللي يصير عندنا أنه دائما نحس أنه في تقصير أحيانا من البلدية، في أشخاص يقول لك أنه أنا لو اتدخلت أو رحت بلغت ممكن تسبب لي مشكلة، وهذا موضوع ما يخصني، هذا موضوع يعني ما أبغى أتدخل في أمور الناس الشخصية، مع أنه هذه ما هي أمور ناس شخصية في النهاية، هذه بلدنا كلنا وهذه النظافة مهمة لنا كلنا، يعني وكل شخص يعني مو حلو الشخص يعتبر نفسه أنه هو بيفتن على جهة معينة، بالعكس هذا حقنا كلنا أنه إحنا نساهم أنه بلدنا تكون أفضل. فبرأيك هذول الأشخاص هل تعتقد أنه كلامهم صحيح، وإيش تجاوبهم أو إيش تعلق عليهم؟ هو أي موقف سلوكي لابد أن نفهم يعني مصادره الأساسية. فلما نتكلم عن الفئة هذه من المجتمع، وخلينا نقول ما عندنا نسب وإحصائيات أقدر أقول إنه هذا الأغلب وهذا الأقل، لكن خلينا نقول هذه الفئة هي موجودة أساساً أو فعلاً في المجتمع. أنا ما أقدر أفصل عن خلفيتها المرجعية لما نتكلم عن التنشئة الاجتماعية في المجتمعات العربية بشكل عام، إنه دائماً نحن نعتقد أن المؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع العام هي المؤسسات المسؤولة بالدرجة الأولى عن كل ما يتعلق بمجال خدمات، سواء كانت خدمات زي ما تفضلتي متعلقة بالطرق أو خدمات أخرى. فبالتالي كان عندنا نوع من الاتكالية وإحساس بعدم المسؤولية نحو هذه الخدمات، وأنه في أشخاص هم المفترض أن يكون لديهم القدرة على المراقبة وعلى الإصلاح. إذا كان هذول الأشخاص عندهم فشل أو خلنا نقول تقصير في مجال المراقبة والإصلاح، إذا هؤلاء الأشخاص غير جديرين بهذا الموقع. لكن أنا كفرد في المجتمع ما علي أي دور في هذه المسألة، هي دوري فقط أني أنا أنتقد، ليس دوري أن أشارك. المواطن الغربي لما نقارن هذا بهذا يعني في فرق كبير جدا في التنشئة الأسرية أو التنشئة الاجتماعية، دائما نغذي مسألة ما يسمى بالفكر العام أو الشعور العام بين أفراد المجتمع، كل إنسان يحس أنه مواطن وأنه مسؤول بغض النظر عن هو ينتمي إلى هذه المؤسسة الرسمية أو ينتمي إليها. فبالتالي مشاركته تأتي من خلال التنشئة الاجتماعية التي غذت هذه القيم لدى هذا الفرد، وأصبح بالتالي سلوكه هو انعكاس لهذه القيم. لكن لما نتكلم عن المجتمعات العربية دائما عندنا أمرين أساسيين، الأمر الأول نعتقد دائما أن نحن لسنا مسؤولين عن هذه الأشياء، إنما هناك أشخاص يفترضون أنهم المسؤولين طالما أنهم موظفين رسميين ويأخذون رواتب وأجور على هذه العمل. طيب هل تعتقد دكتور إبراهيم؟ المسألة الثانية تفضل كمل. المسألة الثانية أنه وهي إشكالية عامة، أنه المسؤولية الفردية ما في تفعيل مفهوم المسؤولية الفردية عندنا في المجتمع. كثير أنا سويت دراسة على المسؤولية الاجتماعية للمرأة في المجتمع السعودي، لقيت أنه المسؤولية الفردية شبه تقريبا مرتبطة بالجانب المادي. أنا أبغى أشارك في أي عمل تطوعي أو عمل خيري أو عمل حتى اجتماعي أو حتى مراقبة للخدمات وكذا، لو بده يكون في مقابل مالي، وإلا فأنا من ملزوم أني أنا أدخل في هذه المسائل.
طيب هذه مشكلة يعني حقيقية. أنا أعتقد أنه في أكثر من جهة مسؤولة عن هذه المشكلة، يعني المدارس والمناهج يعني الطبيعي أنه يكون لها دور في أنها تشجع على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للأفراد، وفي نفس الوقت يعني المسؤولين الخطباء أولياء الأمور، كيف ممكن هذه التطبيقات تعزز المسؤولية الاجتماعية عند أفراد المجتمع؟ يعني كيف ممكن تبنيها؟ والمدارس إيش دورها في الموضوع كمان؟ أو المناهج؟ زي ما تفضلتي هي كل متكامل، ما نستطيع أن نفصل جهة عن جهة أخرى ونقول إن والله الخطأ موجود في الأسرة فقط والمسجد ما له دور أو المدرسة أو غيرها. لكن خلينا نقول إنه أصلاً الانفايرومنت أو الثقافة العامة أو البيئة العامة ما هي محفزة للمشاركة والمسؤولية الاجتماعية بشكل عام. ما أتكلم فقط عن الأفراد أنفسهم، حتى القطاعات الحكومية التي تدعي أن لديها القدرة على أن تتقبل هذه الشكاوي وتتعامل معها بطريقة جدية، المواطن يحس أنه ما في تغيير، فبالتالي يفقد الأهمية ويفقد الرغبة بالمشاركة مرة أخرى. يعني لو شفت أي خطأ وبلغت عنه ولا وجدت أنه في تغيير مرة ثانية ما حبلغ يعني عن خطأ مشابه. فبالتالي أنه كثير من أفراد المجتمع عندهم إحساس كبير ومتنامي أن المؤسسات المجتمعية أو المؤسسات الحكومية بالأصح هي مؤسسات تدعي أن لديها هذه الخدمات لكنها لا تقدمها بالطريقة المثلى أو الطريقة المناسبة، وبالتالي هم لا يهتمون كثيرا في المشاركة مع هذه الجهات لأنهم يفقدون مصداقية هذه الجهات. وبالتالي أنا أعتقد أن المسألة لها أكثر من منبع أو أكثر مصدر، يعني طيب مصدر دكتور كلام رائع اللي بتقوله دكتور إبراهيم. فعلا المؤسسات التعليمية لها دور مهم أنها تدعم العمل اللي هو الواحد يحاول من خلاله يبني مجتمعه بشكل أفضل، وأنه في مسؤولية من كل الأفراد أنهم يساعدوا المجتمع أنه يتطور، هذا أبدا ما هو فضول. لكن كمان خلينا نتكلم عن دور الأسرة، لأنه أحيانا بعض حتى يصير في تغيير أنه في تطوير للمناهج ويكون في جزء منها يعلم المسؤولية الفردية. خلينا نتكلم عن دور الأسرة، الأم في المنزل يعني، وفي كثير سيدات بيحضرونا، الأهل كيف ممكن يزرعوا هذه المسؤولية بشكل ما يعتبر يعني ما يعتبروا أنه هذه فتنة، أنه الواحد بيعمل شيء خطأ، وكمان في ناس تخاف أنها تبلغ عن أي شيء، تخاف أنه هي تلحق يكون في ملاحقة لها قانونية على هذا التبليغ. فإيش تنصح الأهالي بخلال هذا الموضوع من فضلك؟ الأسرة لابد أبدأ من المرأة. يعني أنا أعتقد أن المرأة هي الآن في الأسرة العربية بشكل عام هي أكثر من يؤثر على الأبناء ويبني السلوك داخل الأسرة ويساعد في التنشئة الاجتماعية، ولذلك المرأة أعتقد أن عليها دور كبير جدا. فبالتالي هذه المرأة لو استطعت أن أنا أقدم برامج، خلنا نقول برامج توجيهية توعوية تعطي نوع من المساعدة للمرأة كيف نبني لديها القناعة الفعلية أنها إذا لو صار الشيء هذا داخل الأسرة أنه بينطلق بعد كده للمجتمع. إذا كانت الأم أصلا ما تزرع في أبنائها المسؤولية داخل المنزل، كيف نتوقع منها أن تزرع المسؤولية خارج المنزل؟ فإذا أنا لابد أني أبدأ بالمرأة، أعتقد أن المرأة هي الأساس هنا. بعد ذلك أبدأ في قضية المدرسة، والمدرسة هنا لابد أن تكون مكملة للمدرسة ما للأسرة عفوا. ما يقال في الأسرة لابد أن المدرسة تكون عندها نفس الترند أو الاتجاه. لما يجي للإعلام، الإعلام له دور كبير. الإعلام أحيانا يكون يناقض الحقائق في المجتمع ويبرز بعض الأشياء ويقلل بعض الأشياء، ما يعطيني رؤية عادلة للأشياء، وبالتالي هذه كلها إذا جمعناها مع بعضها البعض هي كلها مصادر أو عوامل قد تكون معيقة أو قد تكون محفزة. فأنا العوامل المحفزة أغذيها، والعوامل المعيقة أحاول أني أقلل من تأثيراتها. هذه أعتقد أن أفضل استراتيجية لمعالجة هذه المشكلة ومواجهتها. طيب بالطريقة العلمية السليمة. دكتور إبراهيم يعني كلام رائع، بس كمان نقطة تانية، في ناس أوقات ممكن تخاف أنه لو بلغت عن أحد يكون في ملاحقة عفوا يكون في ملاحقة قانونية لها. نرجع. وكمان نقطة تانية اسمح لي بس، كمان لما يكون هذه البلاغات تصير ممكن أوقات يكون في بلاغات كيدية، ممكن يكون في بلاغات فيها مشكلة معينة أو غير صحيحة، فما تعليقك؟ نرجع لأداء المؤسسات. يعني نتكلم عن الأداء المؤسسات، يعني أنا كمواطن خليجي أو مواطن عربي بشكل عام، يعني أنظر إلى هذه المؤسسات بنوع من عدم الجدية، أنها يعني حتى وإن كانت تدعي أنها تستخدم التقنيات الحديثة وأن لديها القدرة أنها توظف هذه التقنيات في سبيل توفير الخدمات المناسبة للمواطنين، إلا أن هذه المؤسسات هي في أدائها غير جيد. وبالتالي أنا عندما يكون هناك أصلا هذه المؤسسات في أداء المؤسسات ضعيف، ما أتوقع
اتوقع اني انا كمواطن فرد اني عندما اتعامل مع هذه المواقف السلوكيه اني استطيع ان اعالجها. المشكله الاساسيه اللي ذكرتيها انه التبليغ، طيب بعد التبليغ هل انا اسال على هذا البلاغ؟ اذا كان هذا البلاغ يعني انا ما وصلته بالطريقه الصحيحه او كان علي ملاحظات في هذا البلاغ، قد يكون هو بلاغ كيدي، قد يكون في نوع من الاضرار باشخاص معينين لمصالح محدده لفئات اخرى. فهنا عندنا نوع من خلينا نسميها الاداء المؤسساتي الضعيف. المؤسسات قدر ما تستطيع ان تقدم نفسها وتطمن هذا المواطن وتكون عندها الآليات الواضحة اللي تضمن حقوقي أنا كمواطن وتضمن حقوق هذه المؤسسة ويكون فعلا في وصف صحيح للموقف، قدر ما يكون المواطن يثق في هذه المؤسسات ويعطيها يشاركها في 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 هذه في هذه يعني الأعمال والنشاطات. لكن إذا كان نفتقد أصلا للثقة في هذه الجهات لن أقوم بالتبليغ. أما موضوع الفتنة، موضوع الفتنة هي موضوع أعتقد أنه خلينا نسميه يعني هي قيمة اجتماعية ربما نمت مع بعض الأفكار الخاطئة والسلوكات الخاطئة وربطت أحيانا بعادات وأفكار ما هي سليمة وهي صحيحة. وبالتالي يعني ما أعتقد أن أنا لما أبلغ على خطأ خدماتي في المجتمع أني أنا خلقت فتنة، إلا إذا كان الشخص يعني هو شكوى كيدية هنا ندخل في مسألة الفتنة. فالناس وصلوا إلى مرحلة وعي، الشباب اليوم والشباب والمرأة بدأت مسألة الوعي في دول العربية بشكل عام يعني حتى مع الربيع العربي بدأت الأفكار تتغير، بدأت الناس تقرأ، بدأت تدخل في مواقع التواصل الاجتماعي وتشترك في كثير من المواقع في الفيسبوك وفي تويتر وتشارك في الرأي وتشارك في الانتقاد وتقوم. يعني ما احنا زي أول، لابد أن يكون كذلك المؤسسات تستوعب هذه المسألة وتفهم أنه الآن تغيرت الأوضاع. صحيح. نعم تغيرت الأوضاع، لازم هم أيضا يتواكبون مع التغيير. دكتور إبراهيم الزبن شكرا جزيلا لك. طبعا كان معنا الدكتور إبراهيم أستاذ كرسي الأمير محمد بن فهد للمبادرات الشبابية بجامعة الإمام ورئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام، شكرا لك. يعني في النهاية مشاهدينا يعني كلام واقعي أنه ما لها علاقة بالفتنة، مش حلو أنه إحنا نسمي المسميات بشكل عام بدون ما نخصص هاد يعني. وكمان الساكت عن الحق شيطان أخرس، يعني إحنا هذه بلدنا في النهاية ودائما نتمنى لها الخير وعندنا حكومة يعني رائعة وبتصرف العديد من المبالغ عشان مصلحة هذه البلد، وهذه الابليكيشن أو هذه الخدمة موجودة حتى نساعد أن إحنا نطور البلد بشكل أفضل. لما نشوف أي خطأ قدامنا ما نسكت، ما حيكون في مشكلة قانونية لأي شخص يتكلم عن أي خطأ. الأم عليها مسؤولية في البيت أنها تعلم أولادها يعني غير أنه يحبوا الوطن ويحتفلوا باليوم الوطني، كمان كيف يحاولوا يحافظوا على الوطن ويرموا يعني ما يرموا المخلفات، كيف يحافظوا على وطنهم وما يهملوا هذا الوطن، يعني بكل طريقة نقدر نعملها. دور المدارس كمان المعلمين والمعلمات حتى يصير يعني في يدخلوا هذا الجزء في المناهج، يعني فهي عمل جماعي ومشترك للكل. احنا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا، الشكر الجزيل لكم على المتابعة. مني هبة جمال ومن كامل فريق العمل كل التحية، اشوفكم بعد الويك اند، في امان الله.